تأكد ان هاد العقود ها هما يا قدام، ها هما جول سنين، ها هما اليوم القرونة. ها هم عندنا واحد المشكل ديال الوالدة واختي مع واحد المهندس ومحافظ المحافظة العقارية ديال اسفي. عندهم واحد ارض تيتر، ارض فلاحية، وبانين فيها سكنة بالرخصة من عند رئيس الجماعة، وكيستغلوها تيتر ديال لباها، شاريه منه هي وياها، بغاو يديروا واحد القسمة. اول مرة خرجوه باش يشوف لهم الجيران شحال مدخلين من هاد التيتر، واخا هجموا عليه وهذا داز داكشي، ما كاين مشكل بانه خصنا ندعوهم داخلين التيتر. المرة الثانية مني خرجوه الوالدة واختي خرجوه، وتا انا كنكون معاهم باش يديروا القسمة، قال لهم هانتوما قسم ليهم، قال لهم ها القسمة ديالك، ها القسمة ديال بنتك، ها كلشي في الوراق. قال لهم المحافظ سيروا عند سيروا عند العدول، عاد سيروا عند المهندس. مشاو عند العدول باش يديروا قسمة، زعما قسمة بالعدول، قسمة دايزة، ما فيها حتى شي مشكل. قسموا، داو المهندس قسم لهم في الارض، عطاهم الملف التقني، ها هو يا كاين الملف التقني، ها هو يا عطاهم العقد اللي دار لهم العدول، عطاهم البلان المهندس ديال القسمه، ها شواهد الملكيه، ها هما يا شهاده الملكيه هي اللي كتخرج لها من المحافظه العقاريه ديالها هي وبنتها، هي فيها قطار 78 ار 90 سنتيار، وها هي المحافظه ديال باها شهاده الملكيه قطار 78 ار 90 سنتيار، ارض فلاحيه وفيها السكنه. دابا مني قسموا وخلصوا في دار الضريبه على القسمه ودخلوها للمحافظه العقاريه وعاودوا خلصوا عليها، فاذا بهم كيعطيهم المحافظه العقاريه كتعطيهم واحد الرقم، هذاك الرقم عطاتو لهم كتقول للوالده هذه هي القسمه ديالك فيه 96788 23، هي عندها التيتر، ها هو خلصت عليها القسمه الرقم ديالها، عطوها في سميه الوالده، انا اللي خلصت معاها مني، وهي عندها التيتر ديالها هو 52458 23 في جوج قطارات. كيقولوا لها هذا راه خرج من هذا، صافي ها النص ديالك النص ديال بنتك، كيبقى عندها الام تي عندك، هذا خرج من هذا. شويه كتكتشف ان القبيله ولات كتهجم علينا كامله، علاش؟ ولا خر كنكتشفوا على ان القسمات قسمه داها لنا الدوار اللي من هنا، دوار العزاعزه اللي هو غا عشوائي، وقسمه داها منا الدوار اللي من هنا هو دوار كاسين عشوائي، حنا جينا ما بيناتهم ولا عندنا هذا الرقم ديال تحفيظ جماعي، ولاو الجماعات والقيادات جوج قيادات، ولاو بجوج كيجيو كيصيفطوا لنا الدرك الملكي شي من 2017، وحنايا في الهجوم وحنا في المشاكل وحنا في الصداع، وشويه ولاو كيتعرضوا لنا طال الحرط، كنا كنحرطوا وكنستغلوا ارض فلاحيه، ولينا عامين هذه دابا منعونا من الحرط، ولاو عندنا مشاكل بزاف، ولينا كنديروا دعاوي في المحكمه الاداريه، ولينا هاد التيتر ديالنا كنمشيو للمحافظه، مشات الوالده مسكينه دات واحد خويا مع المحافظه العقاريه، كتقول المحافظ عطيني التيتر ديالي ولا عطيني شكون داه ليا، كيقول لها المحافظ سير عند وكيل الملك. هذاك الاخ ديالي بحال تعصب، شد في المحافظه بحال هكا، شد فيه قال لي علاش تقول لها بحال هكا، كيشدو كيديه كيحكم عليه بشهرين ديال الحبس. واش السيده بوراقها وتيتر ديالها ومسروقه، وفاش خاصهم يديروا معاها حل ولا يعطيها شكون سرق لها التيتر ديالها، هما مضامنين مع المافيا ديال العقار، وكي هي ولاو كيديروا معاها بحال هي ما عندهاش الحق، وهي مخلصه الزبل ديال الفلوس، كتخلص من 2008 من نهار شرات التيتر، وهي كتخلص وما عندها حتى شي مشاكل، حتى 2015 عاد بدا المشكل ديال السرقه ديال هاد العصابه اللي سرقت لنا التيتر، وحنا دابا راه باقي لحد الساعه كنعيشوا في الحرب، وكنعيشوا في بحال حنا ما كاينينش في بحال هاد الدوله ما فيها حتى شي اداره اللي غادي توقف معانا، حنا اوراقنا ها هما صحاح، ها شواهد الملكيه، ها العقود، ها الملف التقني اللي داير لنا المهندس، ها حنا مخلصين، ها الكيتونس ديال باش كنا كنخلصوا القدام والجداد في المحافظه العقاريه، ولكن كل شيء واقف. الحق بغينا حنا حقنا، بغينا المسؤولين يتدخلوا، وبغينا الناس يوقفوا معنا ويشوفوا لنا واش هاد المحافظه العقاريه واش هي محافظه كتحفظ على املاك الناس ولا كدي املاك الناس، وبغينا نعرفوا هاد العقود ديالنا اللي هي مسجله بدار تسجيل ومخلصه عليها باداره الضرائب، وعاود مخلص عليها في المحافظه العقاريه، واش شادين شواهد الملكيه، واش هادشي ما عندوش مصداقيه، واش هادشي غير لعب،
واش هاد الادارات كانوا كيتفلاو؟ حنا بغينا نعرفوا واش الادارات كيتبتوا كيحفظوا وباهم حفظ ومسجل ومخلص من سنين، وهاد الارض راه بي بي محفظه بجوج العقود، ها همايا ها الملكيه وها الحيازه، واش هاد الشيء ما عندوش مصداقيه؟ وهاد الشيء راه عنده داك الملكيه والاستمرار، استمرار ب 12 شهر راه ما كتعان فيه حتى شي حد، والملكيه راه ما كتعان فيها حتى شي حد. هادشي راه جوج ديال الارض وحده، هما داروا جوج اراضي، راه ما كاينينش جوج اراضي، راه كاينه غير ارض وحده، كاينه ارض وحده تيتر فيها جوج قطارات، هي فيها شاطو ديال الماء قديم وفيها واحد الطرف مخرجو جدي عاطي منه المدرسه واحد طريف. واش اللي كيدير الخير كيرجع ليه لولادو بالشر؟ هو داير خير في الدولة، عطاها واحد طريف مدخلاه مدرسة عمومية وعطاها حتى نطفية، والوالدة مسكينة حافرة هذيك النطفية مني كانت صغيرة مع باها، وطالب المدرسة مني غتوقف على رجليها أنها تخرج لي هذيك النطفية. ها هما دابا ولاو كينصبوا علينا حنا في الأرض ديالنا، حنا كنطالبوا من الدولة تدخل لينا في هذا الشيء وتعطينا حقنا، وكنطالبوا بهذا الشيء ديال هاد مافيا العقار وهذا الشيء ديال التزوير، أنهم ما يبقاش راهم كيسخسخوا الناس وكيعذبوهم. الوالده راه مرضت مسكينه، عيات ما تجري وعيات ما تنوض وما تطلع وما تنزل، ودابا راه كتلتجا للمسؤولين الكبار ديال البلاد انهم ينصفوها ويشوفوا من حالها راه مرا كبيره، واش يدوا لها بلادها ويدوا لها اوراقها، هي شاده اوراقها في يدها، شاده شواهد ملكيه، شاده العقود ديالها، وعندها اولادها مسكينه تسعه الاولاد ما خدامينش، عندها جوج مراض منهم هذاك اللي هو مشى معاه عند المحافظ ولا كيدخلوه شهرين ديال السجن وهو مسكين مريض، وكيمشي له حقه ويظلم، ماشي قانون هذا. حنا كنطالبوا من الدوله انها تتحد من هذا الشيء، والدراوش ما تعداش عليهم، هذا راه تعدو كبير. الا كنا في دوله الحق والقانون خاصنا نعرفوا، الا كنا الا كانت السيبه نعرفوا، حنا في دوله ديال السيبه كل واحد كيدير واحد ديالو، وما غيبقاش القانون وغتولي الفوضى. ديالك ديالك، بغيتيه بالقانون، لا مدرسة ولا شاطو ولا جماعة، لا بغات شي حاجة بالقانون تشري، وإلا ما عندهاش باش تشري تفاهم معاك، ماشي تخطف لك ديالك وتعذبك سنين وتخليك مشرد، كتخسر من جيبك وتطلع للرباط وتطلع لهذا وتطلع لمراكش وتطلع للرباط وتطلع لأي المدن كلها ديال المغرب تدور بها، بحال وليتي بحال المسطي. الوالدة عندي مسكينة راه تكرفست بزاف، والوالد عندي راجل كبير لدرجة أنهم ولاو كيهجموا عليها الدواور، راه دوار كاسين فيه خمسة دواور، دوار كاسين فيه خمسة دواور، من غير هاد الدوار العزاعزة، وحنا في العيد الكبير والله ما كنعسوا، ومخلصين الضو ناقينا في 2016 وما عطاوهاش لينا، واش ما عندناش الحق؟ حنا عندنا تيتر وبوراقنا ومخلصين، وعندنا جوج قطارات ديال الأرض. والضو ما عندناش، والناس كيسكنوا في العشوائي وعاطينهم الضو، وحنا مخلصين وعندنا الروسي باش مخلصين الدار الضو وما شادينش الضو، راه هذا راه منكر، راه منكر في 2022 وباقي كنضو حنايا ببوله ديال الباتري، وكتسالي لينا وكتهرس لينا وكتخسر لينا، وكنعاودوا نشروها، ودرنا الطاقه الشمسيه، درنا الطاقه الشمسيه نضو بها شريناها بمليون وهرسوها لينا، راه حنا كنعيشوا في غابه، حنا كنعيشوا في غابه، وحنا دابا بغينا نوصلوا صوتنا للناس يسمعوا ويعرفوا اشنو كيعيش، اشنو المواطن شنو كيدوز عليه وشنو كيعيش مع هاد الادارات. حنا بغينا هاد الادارات ما يبقاوش ينصبوا علينا ويكذبوا علينا، عندنا شواهد الملكيه ديالنا في ايدنا صافي، عندك الملك ديالك، علاش ملي كتمشي لاداره اخرى كتقول لك شهاده الملكيه عندك راه ما يطعن فيها حتى شي واحد؟ ملي ما كيطعنش فيها حتى شي واحد، علاش حنا يمشي لنا ارضنا ويمشي لنا ديالنا، وعلاش الضو ما ندخلوهش؟ وعلاش حنا واش حنا ماشي مواطنين نعيشوا ظلمه 10 سنين وحنا ظلمه 10 سنين، والعيد الكبير كنلوحوه كنشروه بالثمن، وحنايا عايشين تما بحال شي بحال عايشين شي غابه، ومظلومين بزاف لواحد الدرجه اننا حنا ولينا كنحسوا بريوسنا، ما كاين لينا شي حاجه ولكن كاين لينا الله. واش حنا العيد الكبير كندوزوه النهار الاول النهار الثاني كيخنز لينا، وعندنا جوج قطارات ومخلصين المكانه ديال الضو، وحنا راه عندنا اوراقنا باش مخلصين المكانه ديال الضو، دافعين اوراقنا وعندنا التيتر ديالنا بالبلان، وعندنا شواهد الملكيه ودفعناهم لها ملي بنخلصوا، وخلصنا وشرينا المكانه وحطيناها ودوزنا السلوكه ودوزنا كل شيء، وقلنا لهم اجوا عندنا جيبوا لنا، قالنا واخا، وهما بحال كانوا بغاو ينصبوا علينا، قالوا لنا ارونا لنا غير الروسي باش خلصتوا باش نجيبوا لكم المكانه، قلنا لهم اودي الروسي نعطيكم فوتوكوبي،
وهما راه دايرين معاهم باش ياخذوا لنا الروسي الاصلي اللي خلصنا به. علاش؟ حيت مافيا العقار دات لنا التيتر.